بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع المحاضرة رقم 7 من محاضرات برنامج الألتيوم ديزاينر، كورس تصميم اللوحات الإلكترونية المطبوعة PCB أو برينتد سيركت بورد. النهاردة بإذن الله هنشتغل على البالس جنريتور. كل الفكرة إن أنا عندي هنا سيركت بتعمل جنريت لبالس، طبعا بفريكوانسي معينه بديوتي سايكل معينه، بقدر اعمل لها عمليه ادجاستنج من خلال البوتنشومتر 1 والبوتنشومتر 2. عندي مقاومه متغيره P1، مقاومه متغيره P2، القيم بتاعتهم مجهوله. ليه مجهوله؟ حسب الفريكوانسي والديوتي سايكل اللي انت محتاجها بمعادلات معينه هوريها لك دلوقتي، بالاضافه كمان ل C1 مجهوله. اما R1 وR2 القيمة بتاعتهم معلومة، 4.7 كيلو اوم. بالنسبة لC2 برضو القيمة بتاعتها معلومة، عبارة عن اهي C1 اهي، عبارة عن اسف C1 قلنا مجهولة، اما اللي معلومة هي C2. C2 مالها؟ C2 وC3 الاتنين معروفين، اهي دي C2 ودي C3. بالنسبة لC2 دي عبارة عن كاباستور، طبعا بولارايزد يعني ليه قطبية موجب وسالب، قيمته C2 10 مايكرو فراد، أما C3 1.1 مايكرو فراد. احنا قلنا بالنسبة لR1 وR2 قيمتهم 4.7 كيلو. عندي كمان دايود 1 ودايود 2، ده الرقم بتاعه N4048، وهنشتغل بالاي سي 3 خمسات. بالنسبة للمعادلات اللي انت تقدر من خلالها تعرف قيمة الديوتي سايكل اللي هو N، عبارة عن ادي المعادلة بتاعت الديوتي سايكل، بتعتمد على البوتنشومتر 1 والبوتنشومتر 2. بالنسبة للفريكوانسي بتعتمد على 3 متغيرات. الديوتي سايكل بتعتمد على متغيرين P1 وP2، بوتنشومتر 1 وبوتنشومتر 2. اما الفريكوانسي بتعتمد على 3 متغيرات، C1 المكثف الاول اللي هو ده C1 ده، وكمان البوتنشومتر 2 والبوتنشومتر 1. طبعا احنا دلوقتي الهدف من موضوعنا ان احنا نروح نعمل عملية تصميم للسيركت دي. لو انت متأكد ان السيركت بتاعتك تمام تقدر على طول تنفذها على برنامج الالتيوم ديزاينر. لو انت حاسس ان في مشكلة او ممكن تكون يعني السيركت دي مش هتأدي الغرض معاك تمام، لازم الاول طبعا تروح تعمل لها تيست. اعمل لها تيست ازاي؟ على برنامج البروتس، او تروح على برنامج التينكر كاد، او تروح تجيب البريد بورد وتبدا تجيب الكومبوننت ديت كهاردوير وتبدا تركبها وتبدا توصلها من خلال الكابلات فعلا، وتيجي على الجزء البن رقم 3 ديت بتاعه الثلاث خمسات اللي هي بتعمل بالس اوتبوت، هتطلع هنا الاوتبوت بتاعي، وتاخده على الاوسيلوسكوب وتبدا تجرب وتشوف الايه الفريكوانسي اللي انت محتاجها والديوتي سايكل اللي انت محتاجها. طبعا بقدر اعمل لهم ادجاستنج من خلال مين؟ البوتنشومتر 1 والبوتنشومتر 2 بالاضافه للسي 1 لانها برضو متغيره. يبقى عندي انا 3 متغيرات، B1 وB2 وC1، الثوابت R1 وR2 وC2 وC3، دول 4 ثوابت و3 متغيرات. طبعا الدايد 1 والدايد 2 الرقم بتاعهم موجود اهو N4148. يبقى انا كده فهمت السيركت دي بتعمل ايه. طبعا يفضل تروح تجربها على التينكر كاد او تجربها على البريد بورد، ولو لقيت ان البالس اللي انت طلعتها عملت لها عمليه جنريت هي دي البالس اللي انت محتاجها، يبقى انت كده تمام تبدا بقى تنفذ الايه السيركت بتاعتك. اول حاجه هنعملها نروح طبعا على البرنامج بتاعنا اللي احنا عارفينه اللي هو اسمه سناب اي دي اي، اسمه سناب اي دي اي، هو ده هروح اجيبه واروح اسيرش على تايمر 3 خمسات. التايمر 3 خمسات اسمه ان اي 3 خمسات ان، هو ده. ان اي 3 خمسات ان، هروح اجيب المكتبه بتاعته، هو ده. هروح افتح طبعا ليه فوت برينت وليه 3 دي وليه كل حاجه، هروح اعمله داونلود، اتاكد بس ان شكله تمام، هو ده فعلا، وده ال 3 دي بتاعه تمام. اروح بقى اجيبه من هنا،
اروح اقول له اد فوت برينت التيوم وابدا اعمل له داونلود. كده اتعمل له داونلود فعلا. اروح طبعا على البروجكت بتاعي اقول له فايل وعايز نيو بروجكت، بروجكت جديد خالص يكون على لوكال امبتي، هسميه هنا بالس جنريتور. بالس جنريتور هو ده على الديسكتوب طبعا، اتاكد ان على الديسكتوب، واروح اعمل سيلكت فولدر واقول له كرييت. كده عملت بروجكت جديد. خدنا الكلام ده اكتر من مره، واروح اعمل سكيماتيك برضو بنفس الاسم، اد نيو سكيماتيك واد نيو بي سي بي، اد نيو بي سي بي. بس يبقى انا كده عملت سكيماتيك وعملت بي سي بي بنفس الاسم. وطبعا اوعى تروح تنسى تعمل سيف للكلام ده. هقول له اعمل سيف للكلام ده او من هنا من فوق، هيقول لي اسمها ايه. طبعا في البالس جنريتور بنفس الاسم، بالس جنريتور. يبقى الفولدر بنفس الاسم، البروجكت بنفس الاسم، السكيماتيك، البي سي بي، كله بنفس الايه الاسم، مش محتاج تدي اسماء مختلفه، برضه بالس جنريتور. يبقى انا كده لو رحت فتحت الديسكتوب بتاعي هلاقي في فولدر بنفس الاسم اهو، اسمه بالس جنريتور. افتحه هتلاقي عندك ايه، ثلاث ملفات صح كده، ثلاث ملفات. الملف الاول يتفتح بس كده اهو، ملف السكيماتيك، البروجكت، البي سي بي. واوعى تنسى كمان تروح تعملي ال اي بي بتاعتك، المكتبه بتاعتك ال اي بي، نيو فولدر واقول له ال اي بي، واروح احط في ال اي بي ده مين، احط بقى الايه الملفات بتاعتي. هقول الاول بس عايز اروح للداونلودز اجيب الايه اللايبرري بتاعت ال ان 35، اخدها كده كات واروح احطها فين، في الشغل بتاعي في ال اي بي. وكمان كان عندي مكتبات بتاعت الالتيوم فاكرها بتاعت المحاضرات اللي فاتت كلها، اقدر بقى اخد اللي انا عايزه. هل عايز اليو ال ان؟ لا. عايز الريلي؟ لا. ثلاث خمسات موجود معايا انا طبعا، حطيته ايه قبل المحاضره يعني موجود هنا. الكومباراتور مش محتاجه، السبعة تمانية زيرو خمسة مش محتاجه، محتاج مكتبة الكي ام. على فكرة ممكن نحطهم كلهم، ايه المشكلة؟ كنترول سي وكنترول في يعني، ولا أي حاجة خالص، كلهم. وأبدأ بقى أقول محتاج إيه ومش محتاج إيه، أقفل كل ده وأروح أفتحها تاني يعني. أفتح الـ LIB فيها كل حاجة اللي أنت محتاجه افتحه، مش مهم يعني، حتى لأنها كلها بالكي، بالكيلو بايت يعني، يعني مش رقم يعني. وبعدين أروح بقى أعمل إيه، أعمل نيو لايبرري، سكيماتيك لايبرري، واروح اعمل كمان طبعا اروح على البروجكت من هنا اهو، واروح اعمل بي سي بي لايبرري برضو، كليك يمين على البروجكت بتاعي واد نيو بي سي بي لايبرري. بس كده يبقى انا كده عملت لايبرري، وابدا بقى احط بقى فيها اللي انا عايزه براحتي. هقول له بس الايه البروجكت بتاعتي اهي من هنا. يبقى انا كده عندي بي سي بي لايبرري، عندي سكيماتيك لايبرري. اروح افتح بقى اللي انا عايزه دلوقتي، اقفل بس كل حاجه مش عايز كل ده، واروح افتح بقى الايه اللايبرري بتاعتي اللي انت محتاجه هاته. اول حاجه مثلا محتاج في اللايبرري، محتاج ده عباره عن مين، ده اعتقد كان عباره عن روزيتا على ما اعتقد. طب دبل كليك عليها ونشوفها، واقول له اكستراكت. فهل دي روزيتا فعلا؟ يمكن نحتاجها، احنا محتاجين روزيتا بس بتلاتة بن صح، دي باتنين بن، لو احتجتها خليها ماشي مش هيجرى حاجة، مش هتزود شغلي يعني. ده الاسكيماتيك بتاعها، اروح احطه في الاسكيماتيك اهو. وده البي سي بي، اروح احطه فين، في البي سي بي. وطبعا ده مش محتاجه، كليك يمين واقول له ايه كلوز للبروجكت، مش محتاجه، ودونت سيف. طب ده موجود، طب ده ملوش لازمة، كليك يمين واروح اعمل ريموف، اشيله خالص من الايه البروجكت بتاعي. ده سكيماتيك فاضي عملهولي لما جه عمل اللايبرري، فانا مش محتاجه، هقول له ريموف. عايز تديليت؟ اه عايز اديليت. طيب عايز ايه كمان؟ تعال نروح على ده، ده بي سي بي وده بي سي بي بس ده فاضي، كليك يمين واقول له ريموف واقول له ديليت. اقفل بقى كل حاجه من فوق، كلوز اول، واروح اعمل سيف بس للشغل بتاعي. تمام، نروح بقى على اللايبرري تاني. يبقى انا كده خدت الروزيتا، ده عباره عن ليد. هل البروجكت بتاعك فيه اي ليد؟ ما فيهوش، تعال نبص كده، ما فيهوش اي ليد خالص، ما فيهوش ليدات خالص. يبقى انا مش محتاج الليد عشان ايه ما اقعدش اعمل زحام، ده ليد مش محتاجه. ده بوتنشومتر، اه محتاج اتنين بوتنشومتر في الحقيقه،
دبل كليك عليه واقول له اكستراكت، واروح اجيب البوتنشومتر اهو شكله، هوريك شكله عامل ازاي. اشتغلنا بيه قبل كده في دايره الاي ار، هو ده البوتنشومتر. المقاومه المتغيره بتاعتي هو ده، وطبعا لازم اروح اعمل له اد فوت برينت. هقول له اد فوت برينت عشان ملهوش، بص كده ملهوش. هقول له عايز فوت برينت بتاعته، براوز، ودي ادي الفوت برينت بتاعته، هي ده اللي هو البوتنشومتر ليه 3 بن. هقول له اوكي واوكي، فطبعا هيطلع لي 2، ده وده. ده مش عايزه، يبقى كليك يمين واقول له ايه ريموف ويس. خلاص كده ده تمام وده تمام. طيب ده مين؟ ده البي سي بي، اروح اسحبه مع البي سي بي. طب ده مين؟ ده الاسكيماتيك، اروح اسحبه في الاسكيماتيك. والبروجكت مش عايزه. خدنا الكلام ده في دايرة الاي ار، روح ارجع لدايرة الاي ار تاني. الاي ار سنسور، كلوز بروجكت ودونت سيف، واروح اعمل سيف اول، تمام لحد هذه اللحظة. طيب ده مكتبة الايه الكي ام، قلنا محتاجينها اكستراكت، واروح اجيب مكتبة الكي ام. دي بقى خلاص دي مالهاش كلام يعني، لان فيها حاجات كتيرة جدا. وطبعا لازم تتأكد من حاجة مهمة جدا، يعني بص شكل البوتنشومتر عامل ازاي، ليه 3 بين، بص شكله عامل ازاي. يبقى لازم تروح تجيب نفس البوتنشومتر ده، والا تروح تجيب فوت برنت مختلف. طيب ده مين؟ ده الاسكيماتيك، اروح اسحب بقى الاسكيماتيك في مكان الاسكيماتيك، مش عايز اكتر من كده. وده البي سي بي برضه اروح اسحبه في نفس الايه في نفس المكان اللي انا ايه اهو، ده البي سي بي وهنا ده الاسكيماتيك. بس طبعا لسه بيلود يعني، لسه بيحمل، فبراحته مش مشكله، بس ياخد وقته وبعد كده نبدا نشتغل بيه، لان مكتبه الام كي فيها حاجات كتيره جدا. ده البي سي بي، اروح اسحبه في البي سي بي. طب ده مين؟ ده الاسكيماتيك، اروح اسحبه في الاسكيماتيك. والبروجكت ده مش محتاجه، ده اقفله بقى، كلوز بروجكت دونت سيف، واروح اعمل سيف اول وكلوز اول من فوق. اه كلوز اول من فوق، بس انا بس بجهز المكتبات بتاعتي. طيب ال 7805 الفولتج ريجوليتور، ولا ده محتاجه ولا ده محتاجه. الكومباريتور ال ام مش محتاجه. الثلاث خمسات لسه جايبه حالا اعتقد يعني، ثلاث خمسات ما جبناهوش، لا نجيبه. طيب نجيب الثلاث خمسات اهو، دبل كليك عليه واكستراكت، كنا ننساه اهو، ده الثلاث خمسات وموجود والدنيا تمام. ده الاسكيماتيك، ادي الاسكيماتيك بتاعه، وده البي سي بي صح كده، ادي البي سي بي بتاعه. لو مترحل سنه كده، لو مترحل سنه بسيطه تقدر انك انت ايه يعني تظبطه يعني قدر المستطاع، على قد ما تقدر يعني. حتى لو ما تظبطش قوي، بس على الاقل تبقى الرؤيه ايه، الرؤيه سليمه يعني. يعني اعتقد انه مش متظبط خالص يعني، لا بايظ، بص كده بايظ خالص من تحت، بص عامل ازاي. عايز تعمل له روتيشن فيو واقول له 2D، هعمل له روتيشن بالمنظر ده تمام، واقول له فيو 3D، هتلاقيه متظبط شويه يعني، مش مهم، معقول يعني، عشان الشكل العام بس بتاعه يبقى ايه، يبقى تمام تمام. ممكن ابقى اخد بقى محاضره كامله في موضوع ال 3D ده. خلاص كده ده ال 3D بتاعي هو ده، هروح اقول له ودي لي ال 3D بتاعي اللي هو ال 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 البي سي بي يعني، هو ده خليه هنا. وده مش محتاجه، كليك يمين واقول له ايه كلوز بروجكت ودونت سيف، واروح اقفل بقى كل حاجه، كلوز اول، واروح اعمل سيف. طبعا الدنيا كده شغاله تمام، واقول له سيف اول بس كده. ده بالنسبه لمين؟ للجزء بتاع الثلاث خمسات دول، ريليهات مش محتاجهم، يو ال ان مش محتاجهم، كده الدنيا كده شغاله تمام. تعالى بقى نروح على البروجكت بتاعنا ونبدا نشتغل على حاجه حاجه. اول حاجه محتاجه، محتاج التايمر 3 خمسات، اروح ادور عليه الاول في مكتبه الميسلينياس ديفايسز، هل موجود عن 3 خمسات؟ تعال نجرب. هروح على البانلز بتاعتي واروح اشوف الكومبوننتس اهي من هنا اهي، واروح ادور في الميسلينياس ديفايسز. طبعا عندي مكتبات كتير اهي، الميسلينياس ديفايسز هل عندك 3 خمسات؟ تعال نساله كده، عندك 3 خمسات؟ لو عنده 3 خمسات مفيش. طب تعال نروح لمكتبه الام كي، ادي مكتبه الام كي، طبعا انا عندي 3 خمسات اصلا هي موجوده، بس تعال ندور في مكتبه الام كي الاول. هقول له عايز 3 خمسات،
لو لقاها تمام ادي ده، لا ده ال ام تايمر 3 خمسات هو ده. طب ما هو ده، ده فعلا فعلا اهو صح كده. وليه كام بيننا؟ ليه 8 صح، يبقى هو ده. يبقى انت اصلا ما كنتش محتاج تروح لمين؟ لموقع سناب اي دي اي. يبقى ده شغال تمام برضو اهو. في كام بن؟ في 8 بنات ومكتوب عليه 3 خمسات، وادي الفوت برنت بتاعته لو انت مش مصدقني اهو، 1 2 3 4 وورا 4 اهو. يبقى ده ال 2 دي وال 3 دي بتاعي، يبقى الدنيا كده شغاله تمام. يبقى ادي التايمر 3 خمسات، هروح اجيبه دبل كليك عليه واجيبه من هنا. خلاص كده خلاص خلصت التايمر 3 خمسات واسكيب. عايز تجيب التاني؟ ما عنديش مشاكل، بس ده هيبقى مختلف شويه عنه. ادي التايمر 3 خمسات اهو، هتلاقي بس الايه نفس الكلام اهو، مفيش اختلاف خالص، بس الاختلاف في الاسكيماتيك بس. بص ده، بص الاختلاف ما بين ده وده، مع ان ده خلي بالك تايمر 3 خمسات وده تايمر 3 خمسات، الاختلاف بس في شكل الاسكيماتيك. ده ليه كام بن؟ ده 8 وده كمان 8، يبقى مش محتاج اللي فوق ده خلاص. طيب ادي خلصنا من اول حاجه. الحاجه الثانيه خلاص بقى مش محتاج الموقع ده، تعال نروح بقى على الباقي. محتاج مقاومات 4.7 كي، يبقى اروح اجيب مقاومات من موقع برضو او من اللايبرري بتاعت مين؟ الام كي. فيها حاجات كثيره جدا زي ما اتفقنا. عايز هنا مقاومه ار اي اس، مقاومه ادي الار اي اس، ادي ار اي اس 1 اهي 1 كي هي ديت، ودي عباره عن مقاومه مالها ربع وات زي ما اتفقنا، ربع وات اهي. هات انا محتاج المقاومه الربع وات. طيب محتاج منها كم مقاومه؟ طبعا دي 1 كي، لا انا عايز كام المقاومه دي؟ كام زي ما اتفقنا 4.7 كي. محتاج منها كم واحده؟ محتاج منها 2. براحتك بقى عايز تسمي دي، تعال نسميها بالمره. دي اسمها ايه؟ اسمها R1 وR2 والاثنين بنفس القيمه. تعال نتاكد، تعال نتاكد من الموقع ده. طبعا عايز احط لكم الموقع ده فين؟ في الفيديوهات في الكومنتس او في الديسكريبشن عشان تلاقيه. اهو بيقول لك ان R1 بتساوي R2 4.7 كي صح كده. يبقى دي R1، سمي دي R1 عشان انت شغال تبقى شغال صح، وسمي دي كمان R2. يبقى خلصنا من موضوع التسميه بتاعتهم والاثنين بنفس القيمه تمام كده لحد الان، ماشيين كده تمام. اروح اعمل سيف اول، الدنيا كده شغاله تمام، ماشيين واحده واحده مع بعض بهدوء كده، مش عايزين نستعجل. خلصنا من R1 وR2، تعال نجيب الدايودز بتاعتنا. الدايودز بتاعتنا ليها قيمه، قيمتها كام؟ 414.8 اهي، 414.8. يبقى اروح على الميسلينيوس ديفايسز، موجوده على فكره اعتقد انها موجوده، وروح اعمل سيرش على الدايود دي اي او، هيجيبها لك 414 اي 414.8. ادي الدايود اللي انت محتاجه. عايز منه كام واحد؟ عايز منه 2 تمام. خلصنا من موضوع الدايودز واقول له سيف. تعال نروح على مين؟ خلاص كده خلصنا المقاومات، خلصنا الثلاث خمسات، خلصنا الدايود، البوتنشومترز بتاعتنا ادي البوتنشومترز ما هي موجوده عندك. بس هل ينفع تقول له انا عايز من هنا في الميسلينيوس، اسف في الام كي، تقول له عايز بوتنشومتر بي او تي؟ تعال نجرب كده، مفيش. طب اقول له عايز مقاومه ار اي اس، وتعال نبص هنا الار اي اس في مقاومات فعلا متغيره هنا ولا لا؟ مفيش. بص كده مفيش هنا، مفيش هنا مقاومات متغيره، مفيش. فاريبل ريزيستنس اهي موجوده بس شكلها مختلف شويه. ماشي لو هتشتغل بدي تمام، لو انت عايز تشتغل بالمقاومه المتغيره دي اللي هي ليها 3 بن بالمنظر ده، مفيش اي مشكله خالص. ده شكلها شغال، يبقى ده تمام اهو، حلو قوي. وده برده تمام، عايز تشتغل بده، دي برده مقاومه متغيره، بس احنا كنا جبنا واحده وليها شكل كويس برضو عايز تشتغل بيها، ده دي كويسه برضو. بس لازم تروح تشتري نفس الديزاين ده، لازم تروح تشتري نفس الايه الديزاين ده. يبقى ده عباره عن فاريبل ريزيستنس، قيمتها كام؟ 10 كيلو. بس انا مش هيفرق بالنسبه لي، هروح اجيب بقى المقاومه المتغيره اهي، هجيبها كم مره؟ هجيبها 2. واحنا قلنا اسمها ايه؟ اسمها B1 وB2. يبقى اقول له عايز B1 وعايز B2، ومش هقدر احطها بقى ب 10 كيلو للاسف يعني. P1 اهي، ادي P1، وتعال نروح نقول له دي B2، مش هنخليها ب 10 كيلو خالص، ها؟ قلنا هنغير القيمه حسب المعادلات بتاعتنا.
بس سيبها مش هيجري حاجة. ممكن بقى نخفي العشرة كيلو، نروح نقف كليك يمين ونقول له عايزين الخصائص بتاعتها البروبرتس، ونخفي الايه العشرة كي. تعالى برضو نفس الكلام، كليك يمين وهات الخصائص وقول له اخفي بس العشرة كي، اعمل لها اي هايد من هنا. يبقى دي عندك البوتنشومترز بتاعتك، عندك دي المقاومات المتغيرة، دي المقاومات الثابتة، دي الدايتز بتاعتك قيمتها واحدة كام؟ 414.8، وده التايمر 3 خمسات. فاضل يبقى المكثفات. المكثفات بقى عشان خاطر يركز فيها قوي، المكثفين دول سيراميك، يبقى اروح ادور على كاب، هقول له عايز هنا البانلز، عايز الكومبوننتس، وتعال نروح نجيب مكتبه الام كي ونقول له عايز الكاب، الكاب العاديه اللي هي ملهاش بولارايزد، يعني ده بولارايزد، خلي بالك ده بولارايزد، المكثف ده بولارايزد. طيب تعال نشوف كده في كاب تاني غيرها، ده سي ام دي، لا بص المكثفات كتيره جدا حسب بقى القيمه اللي انت عايزها وحسب الشكل اللي انت عايزه، الفوت برنت اللي انت عايزه، والبعد ما بين التو ليدز دول قد ايه، وسمك التو ليد، كل الحاجات دي مهمه قوي، خلي بالك بقى من الحاجات دي مهمه جدا. فانا هنا اقول له انا عايز مكثف، بص خلي بالك ده 1/10 مايكرو فراد صح كده، بس ده بولارايزد، ده هيكون بولارايزد، خلي بالك ده 1/10 مايكرو فراد. طيب تعال نجيب حسب طبعا المكثف اللي انت اشتريته، ده بولارايزد برضو، ده 1000 مايكرو فراد، طبعا مش هيفرق القيمه بالنسبه لي، اهم حاجه الفوت برنت بتاعته اللي انت اشتريته. فتعال نجيب كده مكثف، تعال نروح الاول على الميسلينيس ديفايسز كده نتفرج عليها شويه، الميسلينيس ديفايسز، ونقول له عايزين الكاب، هيجيب لك مكثف، هو ده اللي انا عايزه بقى. المكثف ده ماله؟ ده مكثف ملوش بول، ملوش ايه؟ ملهوش بولارايزد، يعني اللي هو خطين، ده هاخد ده، ده عايز منه كام واحد؟ عايز منه 2 صح؟ وتعال نتاكد، انا عايز منه 2 فعلا اهو، سي 1 وسي 2. سي 1 انا ما اعرفش قيمتها، لكن سي 3 عارفها، يبقى سي 1 وسي 3. سي 1 ما اعرفش قيمتها، فتعال نروح نقول له ده سي 1، معرفش قيمه سي 1 على فكره، يعني ما ينفعش تحط لي القيمه بتاعتها هنا. تعالى بقى هنا وقول له عايز الخصائص بتاعتها، تعالى نجيب الخصائص بتاعتها سي 1 ديت، ونروح نشيل مين؟ نشيل القيمه بتاعتها، اقف هنا واقول له القيمه بتاعتها مالها؟ مش معروفه، لكن سي 3 خلي بالك، سي 3 معلومه، ده اهو بص سي 3 بكام؟ ب1/10 مايكرو فراد، يبقى سي 3 اهي ديت، هروح اقف عليها كده اقول له دي سي 3، دي 1/10 مايكرو فراد. يبقى تعال نلعب بقى في الجزء ده، اقول له ده 1/10 وخلي ده حرف اليو بس، يبقى 1/10 مايكرو فراد. محتاج بقى سي 2، هو ده بقى الايه المهم بالنسبه لي، سي 2 ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن بولارايزد، حسب الشكل اللي انت هتجيبه بقى، حسب الشكل اللي انت هتجيبه. فتعال نروح على الكومبوننت كده، وتعال نقول له عايز اهو بولارايزد اهو، ده بولارايزد، بس طبعا ملوش فوت برنت، يعني ملوش 3 دي يعني. تعال نروح نجيب بقى الايه من المكتبه بتاعه الام كي، نقول له عايزين كاب، وتعال نجيب واحد يكون بولارايزد بس شكله يكون كويس وابعاده برضو كويسه، ده 100 مايكرو فراد تمام، بس انا عايز كام؟ انا مش عايز 100. السي 2 هنا بكام؟ لا والله ده ب10، اروح ادور على 10 مايكرو فراد، ده 100، ده 1000، ده 1/10، هجيب ال 100 ده واخليه 10 ماشي، هو ده، هجيب ده كده اهو، وده كام؟ طبعا ده سي 2 صح؟ ده سي 2 اهو، اتاكد ده فعلا سي 2، وقلنا كام قيمته؟ ده 10 مايكرو فراد، ده سي 2 اهي، وده 10 مايكرو فراد. اهو همسح بس زيرو من هنا، يبقى الدنيا كده شغاله كده تمام. طيب
طبعا هو 35 فولت، ممكن ما تكونش محتاج الكلام ده، بس هو هنا في الموقع ما قالكش كام، هو قال لك 10 مايكرو فاراد. انت اصلا شغال بكام فولت؟ بالراحه كده انت شغال ب 9 فولت صح؟ اهو شغال ب 9، يبقى المكثف بتاعك هيقدر يستحمل لحد كام؟ 9. خليه 16 حلو قوي، خليه 25 تمام. 16 كويس، 25 كويس، 35 كتير جدا، بس ماشي تمام، مفيش اي مشاكل خالص. اللي هتلاقيه بقى في السوق من اول 16 وطالع الدنيا كده تمام، بس 16 25 تمام، 25 فولت 16 فولت 35 كتير جدا. طيب يبقى نخلي ده مثلا 16، حلو قوي 16 فولت. لحد الان كده الدنيا كده شغاله تمام، ما عنديش بقى اي مشاكل خالص. ده المكثف، المقاومات جبناها، التايمر 3 خمسات، الدايلز، البوتنشومترز، المكثفات السيراميك. فاضل الهيدر ب 3 بن صح؟ هروح ادور على الهيدر ب 3 بن يكون ماله، يكون شكله كويس. هروح ادور على الهيدر في الكومبوننتس هنا، اقول له عايز هيدر هنا يكون ليه 3 بن، ليه 3 بن. هو ده الهيدر، بس ماله؟ ملهوش ال 3 دي بتاعه، ده هيدر ب 4 بن، ده ب 2، لا هنا مفيش. يبقى اروح اجيب الهيدر اللي فين؟ اللي في الميسلينيس كونكتورز، اقول له عايز هيدر عادي، هيدر عادي ب 3 بن، هو ده مفيش غيره، هو ده. هروح اجيب الهيدر العادي ده واعمل له روتيت كده، هو ده الهيدر. ده بتاع مين؟ ده الجزء الخاص بالباور صح؟ يبقى ده الجزء الخاص بالباور، بدل ما اقول له بي بي كذا لا اقول له باور على طول. طيب لحد هذه اللحظه الدنيا كده شغاله تمام. تعال بقى نوصل، نروح على الهيدر الاول اهو، ونبدا من ناحيه الايه الشمال نبدا نشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هعملها هروح اجيب الهيدر واروح اجيب التايمر 3 خمسات، ادي التايمر 3 خمسات بالراحه كده، ونبدا نبص على الشكل بتاعنا بهدوء كده. اول حاجه الهيدر اللي هو ب 3 بن ده في 9 فولت وفي جراوند صح كده، في جراوند اهي، في جراوند اهو كمان، يبقى عندي جراوند وعندي الاوتبوت ليه 3 بن فعلا، يبقى ده 9 فولت. طيب حلو قوي، يبقى ده بالنسبه لي هنا 9 فولت، هروح اجيب من هنا 9 فولت. طب لو ما فيش اكتب عليه، في عندي 12 و5 هجيب ال 12 عادي جدا، وبدل ما هي 12 اقول له ده كام؟ 9 صح؟ يبقى اقف هنا واقول له ده 9، اشيل ال 12 دي واخليها 9 بس، مفيش اي حاجه خالص، واسحب ده كده لفوق. طيب البن اللي تحت خليها جراوند، هاجي من هنا واقول له ده جراوند، خلي ده جراوند، وطبعا كنترول مع الدبليو، يبقى ده الجراوند بتاعي. طيب التسعة بن، التسعة فولت دي واصله بمين؟ واصله بالمكثف ده مع المقاومه ديت. هات لي المقاومتين دول الاول تحت بعض، ماشي؟ هجيب لك المقاومتين، طبعا تشيل بقى الايه التايمر 3 خمسات ده كده شويه، وخلي ده كده بعيد شويه. يلا بينا نروح نبص على الايه المقاومتين، ادي المقاومه الاولى وادي المقاومه الثانيه عشان نعمل نفس الديزاين. واضح اننا في فولتج ديفايدر صح؟ عرفت منين؟ اهو مقاومتين مع بعض على التوالي، في نقطه هنا في النص ما بينهم صح؟ يبقى ده فولتج ديفايدر. الفولتج ديفايدر على البن رقم 7 صح كده؟ يبقى اروح اوصل المقاومتين دول مع بعض اهو من هنا لهنا، واروح على البن رقم 7 اوصلها على طول اهو من هنا. خلاص الموضوع سهل، كنترول مع الدبليو على البن رقم 7، خلصت خلاص، خلصنا اول جزء ده البن رقم 7 خلصت منها. طيب في عندي مكثف، البولارايزد بتاعه فين؟ اهو في، هو بولارايزد، الموجب فوق اهو الفي سي سي والسالب تحت. هروح اجيب المكثف اللي هو كام؟ خلي بالك بقى سي 2 صح؟ يبقى اروح اجيب سي 2، اعمل بس سيف اول لشغلي واروح اجيب سي 2، ادي سي 2 هو ده، وزي ما اتفقنا السالب هيكون تحت، يبقى هيجي كده واقلبه اهو. السالب بتاعه اللي هو الجزء الايه؟ اللي فيه كوز ده كده، ده السالب بتاعه. طب الموجب بتاعه واصل بمين؟ واصل بال 9 فولت، يبقى ادي ال 9 فولت اهو، وابدا اوصل الموجب بتاعه بال 9 فولت اهو. خلاص كده، كنترول دبليو طبعا. حلو، عرفت منين اهو؟ ال 9 فولت واصله بالموجب بتاعه، واصله بالايه؟ بالمقاومه، حلو قوي قوي الكلام ده. شيل بس دي كده لحظه معلش.
تعال نخليهم زي ما هما نفس الرسمة. اجيب المكثف وبعدين المقاومات، ادي المكثف اهو والمقاومات اهي، اوصل ده بده صح، ده بده، وده واصل بمين؟ بالتسعة فولت. ادي التسعة فولت اهي، كنترول سي كنترول في اهي بالمنظر ده، كنترول دبليو، يبقى انا كده موصل الاثنين مع بعض نفس الديزاين. بص اهو تسعة واصله بموجب المكثف، واصله بالمقاومتين، بالمقاومه ار1، وار1 واصله بار2، ما بينهم ايه؟ فولتج ديفايدر على البن رقم 7. يبقى انا كده واصل صح، الموجب بتاعها واصل على التسعة، المقاومه ار1 هي اللي واصله على التسعة فولت صح. المقاومه ار1 خلي بالك بقى، خلي بالك ار1 مش ار2، مع ان الاثنين زي بعض بس يفضل لا تشتغل بقى صح. تعالى نمسح بقى الكلام ده، معلش لحظه، نمسح الكلام ده، نمسح الكلام ده لحظات، وبدل ده مكان ده، مش هيجرى حاجه خالص، الموضوع سهل جدا، بس انا عشان يبقى شغالين صح مع بعض هقول له المكثف ده واصل بالمقاومه دي، المقاومه دي والمقاومه دي واصلين مع بعض بالايه؟ كنترول مع ال W اهو، ودي البنه رقم 7 برضو نفس الكلام، كنترول مع W من هنا لهنا بس. ده امسحه مش محتاجه، واجي هنا انزل ده سنه، كنترول مع W وصل ده بده كده تاني، ده واصل بمين؟ بجراوند صح؟ ادي الجراوند بتاعي بس كده. طبعا بشتغل بكنترول سي وكنترول في اسرع، كنترول سي وكنترول في اسرع بكتير. تعال نخلي ده كمان يكون في نفس الايه؟ في نفس الحزه بتاع ده، الاثنين مع بعض تمام. تعال نروح نكمل، احنا خلصنا الجزء ده، خلصنا الجزء ده، وخلصنا الجزء ده، البن رقم 8 والبن رقم 4 واصلين بار 1 صح كده؟ 8 و4 واصلين مع بعض بار 1، وار 1 واصله بالمكثف، والمكثف واصل بال 9 فولت، يبقى 9 فولت بيدي للمكثف، بيدي الار 1، بيدي ال 8 و4 صح كده؟ يبقى 8 و4، تعال نروح نبص لهم كده، ادي 8 و4 اهو، ادي 8 و4 واصلين مع بعض، واصلين مع الايه؟ المقاومه. روح اتاكد كده، هتلاقي 8 و4 واصلين بالمقاومه اللي هي ار 1 صح كده، 8 و4 واصلين بالمقاومه ار 1، واصلين على موجب المكثف، واصلين على 9 فولت، يبقى 9 فولت بيغذي كام حاجه؟ بيغذي معايا او بيدي في سي سي اهو لموجب المكثف، لار 1، لار 4 و8 هنا ده الباور بتاعي، الفي سي سي والريسيت. تمام جدا جدا كده ماشيين مع بعض. هقول له بس كنترول مع الاس، او اعمل سيف اول من فوق زي ما انت عايز، كده ماشيين كده تمام، مفيش اي غلطه لحد هذه اللحظه. حلو قوي، التركيز بقى في الحته دي مهمه جدا. هجيب اتنين دايود، الكاثود بتاع الدايود ده هوصله بالار 2 اهو، يبقى هجيب دايود اهو اي واحد منهم، بس لازم ادي لهم اسم خلي بالك، ده سميته دي 2 ودي 1، يبقى تعالى نخلي ده ده كده دي 2 اهو، نقف على ده كده ونقول له ده اسمه ايه؟ دي 2، عشان نمشي على نفس الديزاين، ووصل الكاثود على المقاومه صح؟ هو قال لك الكاثود على المقاومه؟ اه الكاثود على المقاومه صح كده، يبقى ادي الكاثود على المقاومه، كنترول مع الدبليو ووصل الكاثود على المقاومه. اروح اجيب بقى اللي بعد منه، فين اللي بعد منه؟ اهو، واقلبه واعمل له روتيشن اهو. يلا هو موصل ايه بقى؟ تعال نبص عليه كده، ده مين؟ ده دي 1 من غير ما، وعلى فكره ممكن يعني ده مش محتاجه ولا نخفيه، ممكن نوقف عليه كليك يمين ونخفيه، نجيب الخصائص بتاعته كده ونخفي بس كلمه دايود كذا دي، هقف هنا واروح اخفي كلمه دايود ايه؟ 4148 ده، واخلي ده دي 1 بس عشان المساحه بس، وتعال نخليهم كده الاثنين كده ايه؟ بالمنظر ده. واصلين بالايه؟ بالبن رقم 7، دي 1 ده واصل بالبن رقم 7 صح؟ مع الفولتج ديفايدر اهو، يبقى دي 1 واصل بالبن رقم 7. تعالى بس نوسع مساحه، ممكن اخد كل ده واخليه كده على جنب عشان اوسع بس مساحه، واخد ده كده اهو واخليه كده ايه؟ بعيد شويه، خليه هنا تحت. طيب حلو قوي، تعال نروح بقى هنا الجزء ده كده، كل ده
اسحبه بس كده سنه شويه. هتقولي ده باظ ولا اي حاجه خالص، شيل ده خالص ما تزعلش نفسك، وشيل ده خالص، شيل ده، وقول له كنترول مع الدبليو، اوصل ده بده، واوصل ده بده، وارجع اوصل ده بده زي ما كان بس خلاص، عشان اخلي ده زي ما هو، واروح اوصل بين رقم كامل بين رقم 7 اهو. بس يبقى انا كده ماشي تمام. عايز تضيق سنه مفيش مشاكل، عايز ترجع تضيق سنه ما عنديش مشاكل برضو. تعال نشوف كده لو الدنيا ضاقت اي، بس كده خلاص والدنيا كده ظبطت وما عنديش اي مشاكل على الاطلاق. عايز تطلع دول فوق سنه برضو اهو تمام خلاص كده حلو قوي. كنترول مع الاس عشان اعمل سيف، او اقول له سيف اول من فوق. طيب الاتنين دول مع بعض واصلين بالبوتنشومتر، خلي بالك بقى طرفين صح، دول الطرفين بتوع البوتنشومتر. هجيب بي 1 وابدا اوصل بي 1، ادي البي 1 اهو. فين البي 1؟ هو بي 1 ولا لا؟ بي 1 ده بي 2، اسف بي 2. هروح اجيب البي 2، ادي البي 2 فينه؟ ادي البي 2 اهو. طيب فين البي 2؟ قال لك البي 2 طبعا هنا اهو. البي 2 واصل مين بمين؟ واصل الدي 2 والدي 1. طيب تعال نروح نجيب، طبعا ده هنا الكاثود وده الانود. تعال نروح نبص كده، تأكد بس من الوصلة تمام، بس اقلبه صح، هقلبه وابدأ اوصل صح كده تمام. ادي الانود اهو، هقول له بس انا عايز كنترول مع الدبليو، ادي الانود وادي الكاثود بتاع دي 1. ده انود الدي 2 وده كاثود الدي 1، واصلين بالبوتنشومتر بي 2 تمام كده. لحد الان الدنيا كده شغاله تمام. نروح نكمل، بس طبعا اوعى تنسى تعمل سيف عشان لو الكهرباء قطعت ولا حاجه يبقى كل حاجه موجوده سليمه. تعال نروح نكمل. عايز بقى البي 1، البي 1 اروح اجيب البي 1 كده اهو، ادي البي 1 اهي، وابدا اوصلها بالبي 2 بالمنظر ده زي ما هو عمل بالظبط. بص كده اهو البي 1 اهو تمام، ادي البي 1 كنترول مع الدبليو، الجزء المتغير في البي 2 واصل بالبي 1 اهو تمام. وبعدين راح موصل مكثف سي 1، راح وصل مكثف سي 1 اهو، سي 1 واصله بالبوتنشومتر بالطرف الثاني من تحت اهو، ده الطرف الاول، ده الطرف الثاني، ده الطرف المتغير. يبقى قلنا هنجيب مين؟ سي 1. هنروح نجيب سي 1 اهو، ادي سي 1 اهو. طبعا ملهاش بولارايز، يعني قلبتها شمال يمين مش هيجرى حاجه، واقول له كنترول مع الدبليو تمام. ادي السي 1، وخلي بالك الجزء المتغير واصل بمين؟ واصل بالطرف ده بتاع البي 1، الاثنين واصلين مع بعض ماشي. طيب 2 و6 واصلين مع بعض، ادي 2 و6 واصلين مع بعض، فين 2 و6؟ ادي 2 وادي 6 اهو، كنترول دبليو، ادي 2 وادي 6 واصلين مع بعض تمام. وبعدين واصلين بالايه؟ بالطرف الثاني بتاع بي 1، واصلين بالطرف الثاني بتاع بي 1، يبقى اهو اهو كده تمام، واصلين بالطرف الثاني بتاع بي 1 صح كده، وده واصل بده زي ما هو عامل في الديزاين بالظبط. طبعا احنا بنقلد الديزاين بالنص، يعني كانك بترسم بالظبط. يبقى 2 و6 واصلين مع بعض، واصلين بالطرف الثاني بتاع بي 1، والجزء المتغير برضو واصل بيه تمام لحد هذه اللحظه. طيب السي 1 والسي 2 واصلين مع بعض بالجراوند، خلي بالك السي 1 والسي 3، يبقى اجيب السي 3 اهي، ادي السي 3 واخليه على نفس الحزب. طبعا لو الدنيا باظت منك بترفع كل ده فوق مفيش اي مشكله خالص، وارفع ده كمان فوق بس كده. خلي دول بقى مع بعض على نفس الايه، نفس الحزه كده مع بعض،
نفس المحاذاة، الاتنين دول واصلين ببعض مع بعض اهم. اقول له كنترول مع الدبليو واصلين مع بعض اهم. تمام. ممكن اقلل دي شوية بدل ما هي نازلة كده ايه تشرب من البحر. تمام، لحد هذه اللحظة كده الدنيا كده شغالة تمام، مفيش اي مشاكل خالص. عايز ايه بقى؟ سي 3 واصلة بمين؟ سي 3 واصلة بخمسة. سي 3 واصلة بخمسة، عشان كده المفروض ان ايه نسحبها سنة كده سنة كمان، ووصل ده مع بعض خط مستقيم اسهل. تمام، كنترول اس عشان عامل سيف. فاضل ايه؟ فاضل 1 واصله معاهم اهي، 1 واصله معاهم وكلهم واصلين بالجراوند على فكره. بص لو ركزت كده هتلاقي كلهم واصلين بالجراوند، في جراوند تحت اهو، يبقى كلهم واصلين بالجراوند اهو. كنترول سي للجراوند وكنترول في ووصل من هنا. تمام كده خلاص خلصنا 5 و1 و6 و2، 5 و1 و6 و2، خلصنا 7 و4 و8، فاضل 3. حلو قوي قوي. هروح اقول له عايز 3 بقى، 3 دي واصله بمين؟ بالهيدر، صح كده؟ 3 دي واصله بالهيدر اللي هو البن ايه؟ البن رقم 3 اللي هو بيسموها البالس اوتبوت. يبقى تعالى نخلي مثلا ده اسمه بالس اوتبوت. عاملها ازاي الحركه دي؟ ولا اي حاجه خالص. تعالى كده ونروح نخلي دي اسمها بالس اوتبوت، ندي لها اسم. هنروح على كليك يمين من هنا واقول له عايز نت ليبل واسمي دي اسم. ممكن على فكره اروح اعمل لها وايرنج عادي، كنترول مع الدبليو الاول اهو من هنا وكليك يمين بس، واقول له دي اسمها، كليك يمين اهو عليها نت ليبل، اسميها اي حاجه اي اسم، هسميها بالس اوتبوت او اسميها اوت وخلاص براحتك. اوتبوت بالس، بالس اندر سكور بالس، بس انا هاخد السبيلنج صح اعتقد، فيها حرف الاي صح كده، بالس اوتبوت. يبقى بالس اندر سكور اوت بالمنظر ده، وطبعا لازم اخد نفس الاسم ده خلي بالك، يعني اشتغل بنفس الاسم ده. بس هو زعلان اهو. تمام، هاخد نفس الاسم ده خلي بالك، بنفس الايه كنترول سي. طيب تعال نروح بقى على مين، هو بس زعلان معرفش ليه، شغاله تمام. ليه بقى عاطي هنا ايرور؟ اه عشان لسه ما وصلش بحاجه، صح كده. يبقى هاجي هنا اقول له كنترول مع الدبليو اهو، واقول له ده عباره برضو ايه، ده اسمه نيت ليبل اهو، نيت ليبل من هنا، واجي كده اقول له اسمه بالس اوتبوت، نفس الاسم خلي بالك، لازم بنفس الاسم بالظبط، عشان يبقى الاثنين متوصلين ببعض، بالس اندر سكور اوت. بس تعال نروح بقى على الايرور، كده هتلاقي الايرور مش موجود خالص. بس كده اه الايرور اصبح مش موجود فعلا. طبعا مش لازم بقى يعني امدها كده قوي، خليها كده يعني بس كده. طبعا بيقول لي ده اسمه ايه؟ مفيش اي حاجه خالص، ممكن ادي لهم اسم عادي جدا، بس انا كده خلاص خلصت. اعلم بقى على كل دول واخليهم مثلا في النص براحتي كده، واخلي ده قريب منه شويه لو انا عايز يعني. ده شكل الديزاين بتاعنا بعد التعب ده كله، خلصنا خلاص الديزاين بتاعنا. اقول له سيف واروح اعمل انوتيشن بقى، اتاكد تولز انوتيشن عشان لو في عندي حاجه ما اتسمتش يعني، انوتيت سكيماتيك، واقول له اول اون وابديت. هتلاقي واحده ولا اتنين، واحده بس اللي هي التايمر 3 خمسات تقريبا. قول له اوكي واقول له اكسبت وفاليديت، مفيش غيرها تايمر 3 خمسات فعلا. قول له اكسكيوت، وبعدين لو في ايرور ولا حاجه لا كلوز كلوز، هتلاقيه سماها سي 1 او اي سي 1 بس كده. طبعا هو بعيدها شويه معرفش ليه، ممكن اخليها هنا على جنب، خلي دي برضو هنا على جنب. تمام كده، ودي برضو قربها سنة كده، كل حاجة كده سليمة مفيش أي حاجة خالص، والدنيا كده تمام. هقول له سيف اول، الشغل بتاعي كده تمام مفيش أي مشاكل خالص. هي دي السيركت اللي أنا إيه اللي أنا محتاجها علشان خاطر أشتغل بيها، عشان أعمل بيها جنريت لمين؟ لبالس. يبقى ده الهيدر بتاعي، ده اللي فيه الباور، ده اللي فيه 9 فولت، مش لازم أبعدها قوي كده.
والجراوند برضو والبالس اوتبوت برضو صغر يعني الحاجات دي. تمام، ادي 9 فولت وادي الجراوند وده الاوتبوت بتاعي. طيب الدايره بتاعتي عباره عن ايه؟ زي ما قلنا عباره عن تايمر 3 خمسات، ليها كام بن؟ ليها 8 بنات وكلهم شغالين. وصلت 1 و5 و2 و6 ووصلت 7 و4 و8 و3، 3 دي الاوتبوت بتاعتي. ال 8 و4 واصله بمين؟ بالفي سي سي اللي هو 9 فولت. عندي هنا فولتج ديفايدر ما بين مقاومتين R1 و R2 واصله على البن رقم 7، وبعدين البن رقم 7 في نفس الوقت واصله على دايود 1. وادي دايود 1 ودايود 2 الاثنين واصلين مع مين؟ مع البوتنشيومتر مين؟ B2. B2 واصل ببي 1 وبعدين B1 واصل بمكثف، المكثفين دول مع بعض واصلين تحت بالجراوند، وبعدين 1 و5 متصلين زي ما انت شايف، 1 متصل بالجراوند اهو، وده 5 واصله مين؟ بالمكثف C3. وده الاوتبوت بتاعي على ايه؟ على البن رقم 3. 2 و6 واصلين مع بعض بالبوتنشومتر ده، دي دايره الثلاث خمسات. انا كده خلاص خلصت، فاضل لي ايه بقى؟ اروح اجنريت مين؟ ديزاين، واقول له عايز ابديت. لو انت متاكد ان كل حاجه سليمه روح ابديت بقى البي سي دي. كده احنا اتاكدنا ان كل حاجه سليمه، فاضل بقى ان احنا نروح نفاليديت ونروح نكسكيوت. وبعدين لو كان عندك اخطاء ولا حاجه ان شاء الله ما يكونش عندي حاجه، كده ما عنديش مشاكل، اقول له كلوز، الدنيا كده شغاله تمام. ادي الدايره بتاعتي، هقول له روح شيل الرومنج ده ونبدا بقى واحده واحده نوصل مع بعض كل حاجه كده بهدوء. هروح زي ما اتفقنا قبل كده، هروح على طبعا اعمل سيف اول، اروح بقى هنا اسلكت اللي انا عايزه. عايز ايه الاول؟ براحتك رتب اللي انت عايزه براحتك. عايز تسلكت ايه اللي انت عايزه؟ عايز اسلكت الهيدر الاول وبعدين المكثف والمقاومة ديت مع المقاومة دي وبعدين الدايودز وبعدين البوتنشومترز وبعدين المكثفين وبعدين التايمر 3 خمسات بس. واروح اقول له في البي سي بي اتاكد بس ان كل حاجه اتعمل عليها سلكت تقريبا يعني. هقول له عايز تولز وعايز كومبوننت بليسمنت، عايز اعمل ريبوزيشن للكومبوننت بليسمنت، ريبوزيشن للسلكتد كومبوننت. طبعا كليك يمين اهو عشان اسحب بس، وكنترول مع العجله عشان اعمل زوم. ادي الباور بتاعي تمام، وبعدين ادي R1 اهي وادي R2 اهي، اعمل لهم بس روتيت كده عشان يبقوا قريبين من بعض. وادي ادي D1 الدايود وادي D2 الدايود التاني، والبوتنشومترز بتاعتي اهي، ده البوتنشومتر الاول والبوتنشومتر التاني، وده المكثف السيراميك وده المكثف السيراميك التاني، وده مين؟ ده التايمر 3 خمسات. طيب فاضل لي مين؟ فاضل حاجه بس كده احنا ما جبناهاش، المكثف البولارايزد اللي هو C2 تقريبا، صح كده؟ تعال نجيب C2 خليه هنا مثلا. طيب خلي ده بس يرجع كده لورا سنه، ده يكون كده بالمنظر ده. حاول بقى اظبط بقى الايه الشكل العام بتاعهم يعني. ادي R1 و R2 خلي ده بعيد سنه كده صغيره، وادي R2 والاتنين مع بعض يكونوا على نفس الايه الحزه يعني align top. ده برضو ده وده مع بعض align top، ده D1 و D2 ممكن ابعدهم سنه كده صغيره، وده الاي سي بتاعي ده التايمر ده الثلاث خمسات، تعال نسميه ثلاث خمسات. كليك يمين واجيب الخصائص بتاعته واقول له ده ثلاث خمسات، ثلاث خمسات، وده المكثف C2 خلاص احنا عارفينه، وده المكثف C1 اهو،
وده المكثف سي 3. الاتنين دول مع بعض اهم، وده كده تمام. دول مع بعض ده بوتنشيومتر 2 بوتنشيومتر 1، ده وده، ثواني كده، ده وده شيفت طبعا، هقول له خليهم الاين للتوب كده. اعتقد كده الدنيا كده الى حد ما تمام، مفيش اي مشاكل خالص. هروح اقول له بس سيف وريني الايه الثري دي، يعني كده دي السيركت بتاعتي اهي، مفيش اي مشاكل على الايه على الاطلاق. الدايتس اهي، المقاومات، الباور بتاعي بالاوتبوت، التايمر 3 خمسات، المكثف بتاعي مكثفين سيراميك، مكثف بولارايزد طبعا ليه السالب بتاعه اهو، ودول البوتنشيومترز بتوعي بي 1 وايه وبي 2 كده تمام. اروح بس ايه اقول له فيو واقول له 2 دي، واروح بقى اقول له عايز فيو، اعمل بس كنترول مع العجله كده، هقول له بقى فيو وعايز البلاننج مود، وبعدين ديزاين وعايز الاديت، واروح بقى اشيل الاجزاء اللي ملهاش لازمه، ده كده ملوش لازمه. اصغر شكل الايه الشكل السيركت بتاعتي، مش ما تكونش كبيره قوي كده بالمنظر ده، كل دي مساحات فاضيه ملهاش اي ايه اي اهميه كده. اعتقد كده تمام. اقول فيو 2 دي، حاول بقى ايه لو انت عايز مثلا تخلي مثلا الشكل يكون كويس ولا حاجه، خلي مثلا ده يكون فوق كده مثلا قدر المستطاع، وخليه في نفس المكان كان كويس برضه ما كانش وحش. وسع بقى على نفسك شويه كده، طبعا هنا في ايه في كروس هنا، حاول اشيله، حاول برضو اعمل كروس تاني، خلاص يبقى كنترول زد. نجرب بقى كده، نروح على الديزاين نقول عايزين الرولز، الرولز بتاعتي بس اتاكد بس ان كل حاجه سليمه تمام. ده سي 2 اهو من هنا، ده الباور بتاعي ار 1 وار 2 بس يتظبطوا، ده الدي 2 اهو من هنا شكله مش كويس، كنترول زد كنترول زد، يعني الى حد ما كده تمام مفيش اي مشاكل خالص. سيف واروح على الديزاين رولز واقول له خلي طبعا الفيو الاول الفيو، وخلي الايه اليونتس تكون بالملي كيو كده، اختار كيو يبقى بالملي شغال بالملي، واقول له ديزاين رولز، خدنا الكلام ده اكتر من مره. وبعدين اروح اشتغل هنا مثلا 1.5 ملي، هنا 1 ملي، الماكسيمم خليها 2 بقى، وهنا خليها 0.5 ملي 0.5. بالنسبه للكليرنس خليها 0.5 من الملي. اللايرز انا شغال على 2 لاير، واقول له اوكي، واروح اعمل راوت اوتو راوت، ان شاء الله تطلع سليمه، اوتو راوت اول، واقول له راوت اول كده تمام، ما عنديش اي مشاكل. اقول له كلوز كده، الدنيا كده شغاله تمام السيركت. بس في هنا ايه زي ما انت شايف في طريق راس الرجاء الصالح اهو، بص كده عامل ازاي، في مساحه كده ايه مش مظبوطه. ممكن بقى اكبر شويه البي سي بي فيو واقول له عايز البلاننج مود، بس كده في ايه في تراك باص كده، واقول له عايز ديزاين وعايز اعمل اديت، احاول اكبر ده كده سنه، ديزاين واديت احاول اكبر ده كده سنه صغيره سنه صغيره، مش هيحصل حاجه، ملي كده او 2 ملي، واقول له فيو وعايز 2 دي كده تمام. اقول له فيو بقى وال 3 دي اشوف كده الدنيا ماشيه ازاي، اهو مفيش اي مشاكل خالص، ده الباور بتاعي او على الحروف خالص، طبعا لازم الانبوت والاوتبوت تكون على الحروف خالص،
وده البوتنشومتر يعتبر ثلاث خمسات، المكثف البولارايزد، المكثفات السيراميك، الدايودز الايه الريليات بتاعتي. يبقى كده الدنيا كده شغاله كده تمام. كده اقول له بقى فيو 2D، كده الدنيا كده شغاله تمام. فاضل بس انك انت تكتب بقى اسم الدايره فوق او اسم السيركت بتاعتك، بوتوم لاير، واقول له عايز السترينج ده، واكتب بقى اللي انا عايزه في اي حته. هكتب مثلا هنا اقول له ده عباره عن مثلا بالس جنريتور، اكتب اللي انت عايزه، اكتب اسمك، اكتب الدايره، اكتب اللي انت عايزه. اقول له مثلا دي عباره عن بالس جنريتور، امسح كل ده واقول له بالس جنريتور. طبعا لازم اصغر بقى ترو تايب مثلا، خليه بولد، وخليه مثلا يكون 2 مللي ولا حاجه، 2.5 مللي، خليه 2 مللي بس، وخليه هنا براحتك يعني. عايز تخلي حرف البي كابيتال، حرف الجي كابيتال، تمام كده. واقول له سيف بقى للشغل بتاعي. والاخر مره كده بروح ابص على السكيماتيك، الدنيا كده شغاله تمام. اروح ابص على البي سي طبعا، ممكن اقفلهم يعني كلوز اول اهو، واروح افتحهم من جديد، اتاكد بس ان كل حاجه تمام. ده السكيماتيك بتاعي، وده البي سي بي بتاعي، الدنيا كده شغاله تمام، مفيش اي مشاكل خالص. اقول له بس عايز فيو، وابص لاخر مره على الثري دي، لو في اي حاجه كده الدنيا كده تمام، مفيش اي مشاكل على الاطلاق. طيب بكده تكون انتهت محاضرتنا النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.